هذا وعقد وفد مجلس النواب حلقة نقاشية مشتركة مع كبار المسؤولين والباحثين في معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن، تم خلالها بحث العلاقات الخارجية لمملكة البحرين ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعميق الروابط ومعالجة القضايا المختلفة والمساهمة في تعزيز الجهود التنموية التي تؤدي لتحقيق الاستقرار للشعوب. وخلال الحوار استعرض الوفد البرلماني مسار العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تعاون متقدم وشراكة واسعة في كافة المجالات، مؤكدين الحرص على توظيف الدبلوماسية البرلمانية بما يحقق التنامي لعلاقات الصداقة والأخذ بمسار العمل المشترك بين البلدين الصديقين لمسار أرحب. وبين الوفد النيابي أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة وتبادل الخبرات بين مجلس النواب والكونغرس الأمريكي، مؤكدين أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بفتح مسارات جديدة من التعاون البرلماني مع الولايات المتحدة.